السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لهذا يعني الفيديو هو مخصص لطلاب الشبكات اللي في نقابة المهندسين، لأنه هذا الموضوع ما خلصناه وواجهتنا أكثر من مشكلة، وكان السبب إنه إحنا نستخدم جي إن إس 3 كنا بالنسبة للفريم ريلي، الفريم ريلي سويتش. الفريم ريلي سويتش إذا أنتم ملاحظين هون إنه معمول السويتشز آخر سطر من السطور، سويتشز سيرفر ران اون 172.16.1.20 كولن 8000. طبعا هاي كولن 8000 او الاي بي ادرس هو الاي بي ادرس تبع الجهاز اللي احنا شغالين عليه، بينما الراوتر شغالات على اللي هو 21. يعني هون انا شغال على 20 كولن 8000، هناك 21 اللي هو السيرفر. طيب عذرا. طيب اللي راح نعمله هو التالي. اول شيء اني انا شلت الفريم ريلي سويتش وخليت جبت راوتر له سيريال انترفيسز، وهذول السيريال انترفيسز حولتهم لفريم ريلي. طبعا هون لو اجيت ورجيتكم الشو رانين كونفيج، ورجيكم الاعدادات اللي عملتها، نفس الفريم ريلي سويتش انا عملت له اعدادات تصير فريم ريلي سويتش. يعني انا حاليا هون ضفت هذول اللي هم من هون لهون، صار هيك فريم ريلي سويتش زي الفريم ريلي العادي اللي احنا بنستخدمه، يعني بضغطة زر. لكن يعني لانه ما بيأدي الوظيفة اللي احنا بدنا اياها، فانا اللي عملته اني كمان اضفت عليه فريم ريلي سويتشينج. هاي شايفين، وهون هيك صار عندي فريم ريلي سويتش. طبعا فريم ريلي سويتش مين المسؤول عنه؟ المسؤول عنه هو شركة الاتصالات. فيعني لما احكي لك ليز لاين، مين اللي بيحدد سرعة هذا الليز لاين؟ مين بيحدد الباندويث تبعه؟ طبعا شركة الاتصالات. وانت على هذا الاساس يعني كشركة بتدفع لشركة الاتصالات مقابل مثلا T1 line, T3 line او E1, E2 line وهكذا. فاللي انت بتعمله هون طبعا، واذا انت مش يعني شركة كبيرة ممكن DS0 يكون او 00 يكون يعني حل اساسي بالنسبة لك. فالان يعني هو اللي بيحدد. طبعا كمان هون لاحظوا معي انه هون DCE داتا سيركت تيرمينيتنج اكويبمنت، يعني هو اللي بيحدد او داتا كلوكينج اكويبمنت. خلينا نقول ليش، لان هو اللي بيعمل كلوكينج، يعني هو اللي بيعمل السرعه. فخلينا ننتقل للراوتر 1 ونعمل كونفيجريشن. طبعا هون ما في عندي اي كونفيجريشن على الراوتر، فبدي ادخل اعمل كونفيجر تيرمينال. طبعا اول شيء خلينا نتكلم عن الفريم ريلي بشكل عام، لان الفريم ريلي بتعتمد على ايش؟ على انترفيس ديلسي داتا لينك كونكشن ايدنتيفاير. هون طبعا هاي الديلسي اللي من جهة مين؟ سيريال 3. خلينا بس نطلع لفوق شوي. ايوه هون انا اللي بدي اياكم تشوفوه. الان انا على عندي مش فول مش، يعني مش اتصال بين كل الراوترات بشكل مباشر، عندي اتصال باتجاه الانترفيس سيريال باتجاه الراوتر 1، والراوتر 1 عنده اتصال مع الاثنين، لكن هم ما عندهم اتصال غير بس مع راوتر 1. يعني عندي اتصال بالشكل هذا وعندي اتصال بالشكل هذا، لكن ما في اتصال بينهم. فانا عندي طبعا من يعني اسهل، طبعا هم شركة الاتصالات بتيجي بتحكي لك انا اعطيتك مثلا من جهة الراوتر واحد عندك هذولا داتا لينك كونكشن ايدنتيفاير او ديلسي 102 علشان توصل لراوتر 2، 103 عشان توصل لراوتر 3. لكن هو مش يعني، لكن هي للتسهيل مباشره انت بس تشوف هاي الراوتر 1 او 2 للراوتر 2. فننتقل هون مباشره انترفيس سيريال. طبعا كلهم موصولين، اذا جيت هون كلهم موصولين على السيريال 2 2 2 2 2. اوكي، فتحكي له طبعا انكابسوليشن فريم ريلي نو فريم ريلي انفيرس ارب
no frame relay inverse ARP, no IP address أكيد. بدك يعني بس هاي اللي أنت راح تحتاجه هنا، إنه أنت بدك تحكي له encapsulation frame relay, no frame relay inverse ARP علشان ما يجمع يعني معلومات من الهاي عن باقي ال الداتا لينك كونكشن ايدنتيفاير دلسي الخاصة بالشركات الأخرى. ليش؟ لأنه ما بتهمنا. ومباشرة بتنتقل ل السب انترفيس، سميه سب انترفيس 2 بوينت تو بوينت. ليش؟ لأنه احنا عندنا بوينت تو بوينت لراوتر 2 وبوينت تو بوينت لراوتر 3. فبوينت يعني انا لو طيب طب ماشي، خلينا اخرج من هون عشان اورجيكم ايش الخيارات. هون بدي اطلع لهون احكي دوت 2، بدل احكي له طبعا هون في عندك بوينت تو بوينت ومالتي بوينت. مالتي بوينت مبين انه انا بقدر اشبك اكثر من بوينت على نفس الانترفيس، لكن انا بوينت تو بوينت لانه اسهل واوضح وبتوصل معلومه اسرع. الاي بي ادرس راح يكون 192.168 من 1 ل 2، وانا 1 على الشبكه عنواني، وبس بحكي له طبعا فريم ريلي انترفيس دلسي شو داتا لينك كونكشن ايدنتيفاير 103 102 اللي اعطانا اياه اعطتنا اياها شركه الاتصالات. طبعا انا ما راح اعمل حاليا اي اي بي فيرجن 6 اي شيء، فقط بدنا نعمل كونفيجريشن ل ل يعني ل خلينا نحكي الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير. يعني احنا حاليا بعدنا شغالين باول طبقتين، وصلنا السلاك هاي الفيزيكال لاير، الان قاعدين نعمل كونفيجريشن بالداتا لينك لاير. والداتا لينك لاير تبعنا شو؟ مش ايثرنت، الان صار عندنا فريم ريلي. وبعمل له الاي بي ادرس من 1 ل 3، وانا الرقمي 3 على رقمي 1 على الشبكه طبعا. وهاي الداتا لينك كونكشن ايدنتيفاير اللي اعطتنا اياها شركه الاتصالات. الان بعمل له اكزيت وبنتقل للراوتر 2. راوتر 2 كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 22 زي ما احنا اتفقنا، واحنا حكينا انه نو فريم لا اول شيء لازم انكابسوليشن فريم ريلي نو فريم ريلي انفيرس ارب. طبعا نو شت داون هو معمول له نو شت داون لاني قبل شويه يعني تاكدت انه الفريم ريلي سويتش راح يشتغل 100%، لانه كان في عندي مشكله بالفريم ريلي سويتش حكيت لكم، وما كانت الانترفيس اصلا تصير اب. بس يعني طبعا اكيد نو اي بي ادرس، بس احنا هون مش رايحين يعني. مباشرة اخرج على يعني اعمل اب بوينت تو بوينت، وبعدين نحكي له اي بي ادرس 192.168، وبما ان انا الراوتر 2 فمعناته 1 2 ل 2، انا رقم 2 على الشبكة. وبعدين بدي احكي له فريم ريلي انترفيس دلسي انا 201، هاي اللي اعطتني اياها شركة الاتصالات، وهي شركة الاتصالات يعني 201 انترفيس سيريال 102، فمعناته انا من هذيك الجهه 102 هنا 201. بعمل اكزيت حاليا لانه في عندي يعني كونكشن مع ار 1 بالنسبه لار 2. الان طبعا انترفيس سيريال 22 اول شيء فريم ريلي كابسوليشن فريم ريلي نو فريم ريلي نو فريم ريلي انفيرس ار. طبعا نو شت داون بالوضع الطبيعي انت بتعمل، بس انا ما حطيت نو شت داون، حكيت لكم ليش، لانه انا يعني جربت الاعدادات تاكدت انه فريم ريلي سويتش ما راح يواجهنا مشاكل معه. واي بي ادرس الحديث الان احنا راح تشوفوا انه الفرق بين انك تعمل اي بي ادرس فيرجن 4. طبعا المفروض نزلت فيديو قبل يومين لكن كنت مريض يعني وتعبان، فما يعني
ما كنتش قادر اني استجمع المعلومات اللي عندي، لكن هاي الامور ان شاء الله تمام. هيك بكون انا عملت كونفيجريشن لهم كلهم، وحاليا انا بدي احكي له ديباج اي بي اي سي ام بي علشان اتاكد انه الاي سي ام بي لما اعمل بينج مش هي عباره عن انترنت كنترول مسج بروتوكول اي سي ام بي. فانا بدي احكي له ديباج اي بي اي سي ام بي اي سي ام بي هاي اوكي اي سي ام بي شغال. طيب هون انا بدي اعمل سي بينج 192.168 من 1 لـ 2، واثنين هو على الشبكة عندي فول كونكتيفيتي، والان لو اجيته على 3.3 كمان عندي فول كونكتيفيتي. الان تفرجوا هون، هاي بحكي لي انه اجت سورس اي سي ام بي ايكو ريبلاي سنت للسورس، هاي ديستنيشن من هون السورس، يعني انا رديت ايكو ريبلاي، انا رديت انا 2 وانا وديتها ل 1 على الشبكه. هون نفس الشيء، انا رديت انا 3 وديتها ل 1 على الشبكه، معناته انا عندي فول كونكتيفيتي، نو ديباج اول، واي نو ديباج اول. هيك انا بالنسبه لي كل اموري يعني شغاله بالنسبه للاي بي فيرجن 4 وفريم ريلي. هيك خلص الفريم ريلي بشكل كامل، يعني من ناحيه اعدادات، من ناحيه العنونه والامور هاي. انا الان بدي انتقل لموضوع ثاني مباشره من هون، بدي ادخل على جلوبال كونفيجريشن مود واحكي له انه بدي اول شيء اعمل انترفيس لوب باك 0 اي بي فيرجن 6 ادرس، او لا خلينا نعمل اي بي ادرس. وراح تشوفوا هون نفس الاعدادات بالنسبه للفيزيكال لاير، السلاك، التوصيلات، الامور كلياتها ما تغير شيء نهائيا. نفس الاعدادات بالنسبه للفريم ريلي السويتش والراوترز، فانت فريم ريلي انكابسوليشن الامور هاي كلها بالداتا لينك لاير. نطلع درجه ثالثه وندخل على النتورك لاير. راح ندخل حاليا، انا راح اعمل هون، راح اخليه راح احكي له انه هذا الراوتر 1. الان بس اللي راح اضيفه اي بي فيرجن 6 ادرس، راح احكي له انه 2 مثلا 1 خلص هو 1 و طيب هيك. يعني انا بدي اعمل زي شبكه صغيره او زي ما احنا عاملين هون 255، بتقدر تحطها 64 عادي ما في مشكله، لكن يعني خلص خليها ما في مشكله. طيب نو شت داون هو اصلا بالوضع الطبيعي صار عندي اب، ما في داعي اعمل له نو شت داون. بدي اعمل اكزيت من هون وادخل على الانترفيس الانترفيس سيريال، نبدا فيهم واحد واحد. هذا اللي بشبكنا مع 2، فهو مع الراوتر 2 انا 2، فبدي احكي له اي بي في 6 ادرس 201. بعدين بدي احكي له يعني مثلا خلينا نحكي له من 1 لـ 2، وانا 1 على الشبكه، و مثلا شبكه صغيره، يعني هاي السبنت، هاي السبنت زي ما احنا يعني هون احنا كنا نحكي شو سلاش، يعني بالماضي لو انا بدي احكي عن الشبكة اللي فوق فبحكي سلاش 24، لكن انا هون بتكلم عن اي بي فيرجن 6 فعندي 128، فانا السبنت تبعتي بدي اياها تكون 112، فانا بحكي له انتر. وطبعا هون يعني ما في داعي اعمل له لو شت داون ولا اي شيء، لانه هو يعني بالوضع الطبيعي لو شت داون. وانا بدي ادخل على لـ 3، بدي اجي هون احكي له انا من 1 لـ 3 وانا 3، او انا 1 يعني راوتر 1 بس. هاي هي كل الكونفيجريشن الاي بي فيرجن 6. طيب خلينا نضيف كمان لو عملنا اكزيت من هون او لا خلاص بعدين. طيب خلينا ادخل على جلوبال كونفيجريشن مود وادخل على الانترفيس
بحكي له اي بي في 6 ادرس 2001 بعدين 1 2 وانا 2 112. اتوقع هيك انتو شايفين هون 1 2 1، انا هون بس اللي ضفته هو 2. بس يعني هاي. طب خلينا كمان نعمل كونفيجريشن لللوب باك انترفيس. هاي انترفيس لوب باك 0 اي بي في 6 ادرس. شايفين عادي لو حتى يعني انا بعد ما دخلت اي بي فيرجن 4، ف اللي راح اعمله اني راح احكي له انت شو احنا كيف سميناهم هون 1 1. طيب ماشي خلص، هاي 2 وهاي 2/1 1 اي بي ادرس بدي احكي له انت 10 2 2 2. اتوقع هون طيب اخر شيء بدي ادخل على جلوبال كونفيجريشن مود وادخل على الانترفيس احكي له اي بي في 6 ادرس. طيب خليني احكي له 1 3 1 3 على الشبكه 112. اتوقع تمام. الان بدي اعمل له اكزيت واحكي له انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس او اي بي فيرجن 6 زي ما بدك ابداهم. وهي اي بي في 6 ادرس. عذرا. 3 و احنا عملنا كونفيجريشن 3 3. طيب ماشي، هاي 3 وهاي 3. هيك يعني بكون عملت. طبعا لا تنسى اي بي في 6 يونيكاست راوتينج. هاي انا بفعل ال اي بي في 6 بفعل الاي بي فيرجن 6 راوتينج بهي الطريقه اي بي في 6 يونيكاست راوتينج اي بي في 6 يونيكاست راوتينج يونيكاست راوتينج. طيب الان انا لو اجيت هون، خليني اجي هون واحكي له اي بي في ديباج اي بي في 6 اي سي ام بي وهي ديباج اي بي في 6 اي سي ام بي. نرجع للراوتر 1 ونتاكد انه عندي اي بي بينج 2001 1 2 ومين اللي عندي 2. فانتو شايفين هنا لو جبت الهاي انتو شايفين الان صار في عندي اي سي ام بي فيرجن 6، بينما هون كانت عندي اي سي ام بي، هون اي سي ام بي فيرجن 6. هاي السورس، انا عملت شو ايكو ريبلاي، انا رديت على اللي بيسال عني وهذا هو اللي السورس تبعي، اما الديستنيشن اللي رديت عليه هو هالاي بي. كمان هون حاليا راح نشوف 3 وهو نوعد لـ3. انتو شايفين هون انه بتتم العملية. الان كل اللي راح اعمله اني يعني خليني احكي له مثلا، خلينا نتفرج على show ip v6 interface. فانتو شايفين انه فين دي الانترفيس هذا اللي بربطني مع الراوتر 1. يعني هون طبعا في كثير اشياء ما يعني مثلا لا خلينا نحكي عن مثلا هون طبعا اي بي فيرجن 6 ما فيه براودكاست نهائيا،
فأنا شغال على موضوع اليونيكاست، عندي واحد اللي هو كل النودز يعني كل الأجهزة المربوطة على الشبكة، اثنين هون هو اليونيكاست خاص بكل الراوترز اللي على الشبكة. هذول اتوقع لهم دخل بالمالتي كاست، بس ناسي صراحة، مش متذكر بالضبط ايش شغلهم. جلوبال يونيكاست يعني معناته البابليك اي بي ادرس تبعك، هون عندك لينك لوكال يعني زي الماك ادرس، خلينا نحكي الماك ادرس. طبعا في عندك هون الماك ادرس، لو جيت القيت نظرة هون على الماك ادرس وين راح يكون؟ راح يكون في هاي المنطقة هون. في عندي طبعا في عندي الزيادة عندي راح تكون هون، فأنا عندي يوم 200 هيك يعني من هون لهون، بعدين في عندي من هون لهون هاي الماك ادرس. طب خلينا نشوف الماك ادرس اصلا مباشرة. شو انترفيس سيريال 2-2.1. طيب لينكس اب ممكن ما بياخذ ال هون، راح يكون ماك ادرس. يبدو انه يعني المرض مأثر علي كثير، يعني ماك ادرس المفروض هون يكون، بس احنا حاطين انكابسوليشن فريم ريلي علشان هيك ما مش مبين معنا الماك ادرس، لانه احنا مش شغالين على ماك ادرس. ما في مشكلة. طيب انا اللي راح اعمله هو التالي، اني راح يعني انتقل مباشرة لموضوع ثاني اللي هو موضوع كيف نعمل OSPF over IP version 6. يعني احنا حاليا شايفين هون في عنا الشبكة اللي هي من 1 لـ 2، وفي عنا من 1 لـ 3. انا بقدر اتصل من 1 لـ 2، من 2 لـ 1، لكن 2 ما بقدر يتصل مع 3. فالحل اني اجي اعمل راوتينج علشان اشغل نوع من الراوتينج علشان يعني يقوم بهاي العملية. فانا بدخل على Global Configuration Mode، بعدين بدخل على الانترفيس لانه هيك بيشتغل اي بي فيرجن 6. بدخل على الانترفيس، بعدين بحكي له اي بي في 6 او اس بي اف اريا 1 اريا 0. بعدين بدي اروح على الانترفيس الاخر دوت 2 اي بي في 6. بعدين خلينا نروح كمان على تنسوش اللوب باك ادرس اذا بدكم تعلنوه، انترفيس لوب باك. طبعا هون بدي ارجع على باقي الراوترز احكي له نو ديباج اول، وخلينا ندخل على جلوبال كونفيجريشن مود نعمل كونفيجريشن لل اي بي فيرجن 6. ف او اس بي اف IPv6 OSPF 1 area 0. بعدين اروح على الانترفيس نحكي له OSPF. انتو شايفين هنا مباشرة طبعا صار فيه بالنسبة طبعا ل IP version 6. انتم ملاحظين انه IP version 6 اللي شغال اللي هو version 3 اللي هو version 2 تبع ال IP version 4، لكن النيبر شو بالاي بي فيرجن 4. اذا ما كان في عندي نيبر ادرس بالاي بي فيرجن 4 فما راح يتم عندي عمليه لاجسنسي، ما راح يصير عمليه يعني ما راح يشتغل الاو اس بي اف على الاي بي فيرجن 6. فحطوها ببالكم اذا ما كان في عندي ولا اي بي فيرجن 4 انترفيس على الراوتر، فلازم ادخل على راوتر مش راوتر
IPv6 راوتر اي بي فيرجن 6 راوتر او اس بي اف 1 وادخل هون احكي له الراوتر اي دي عذرا راوتر اي دي بدي احكي له مثلا انت 3333 اذا ما كان في عندي ولا نو اي بي في 4 بس بهاي الحالة no IPv4 interfaces. فأنا بدي أعمل exit من هون وبدي أدخل على الانترفيس لو loop back وأحكي له IPv6 OSPF 1 area 0 وأدخل على الانترفيس الآخر IPv6 0. طبعا حاليا انتو شايفين صار في عندي. الان الشيء المهم بالنسبة لي ايش؟ اني اجي هون احكي له show IPv6 route ولا خلينا نعمل OSPF علشان يورجينا ال OSPF ليش انا بدي اشوف كل هاي الامور. فانتو شايفين هاي loop back address تبع 2 ليش 2 وفي عندي 3 3. لو جيت له هون وحكيت له show IPv6 route OSPF فانتو شايفين هنا انه في عندي ال1 وال2 ليش؟ لاني انا R3. هل انا قادر اني اعمل ping ل 2002 بعدين ل 2 و2؟ هذا اللي لازم. بما اني انا بقدر اعمل ping ل 2 فمعناته او من 2 ل 3 يعني 3 3 فبهاي الحالة أنا بقدر يعني خلينا نعمل بينج نتأكد. فأنتوا شايفين هنا إنه يعني جرت العملية والآن بضل عندي آخر شيء فمعناته أنا عندي 100% connectivity. هيك بيكون احنا عملنا راوتينج، عملنا فريم ريلي وعملنا اي بي فيرجن 6. فكل الامور اللي كانت مطلوبه منا واللي ما حالفنا الوقت ما كان كافي يعني علشان ننهي هذا الموضوع. هاي كل الاشياء اللي انتم بتحتاجوها فيديو واحد اي بي فيرجن 6 فريم ريلي وراوتينج اوفر اي بي فيرجن 6 كلهم مع بعض. ألقوا عليهم نظرة، إذا في سؤال فأنا برحب بأسئلتكم. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.